موقع عرب سويد هو من المواقع اللي عمرها سنوات. أنا صار لي بسويد 13 سنة، ومن خلال موقع عرب سويد أنا شخصيا حصلت على فرصة عمل وحصلت على سكن، بالرغم أنه هذه من الأمور الصعبة جدا في السويد أنك تحصل على هذه الأمور. فموقع عرب سويد استطاع أن يقدم المعلومات الكثيرة للعرب الموجودين داخل السويد وخارج السويد، الباحثين عن السفر إلى السويد وإلى اللجوء إلى السويد من خلال نشر أهم المواقع وأهم القصص. ولقد قمت بنشر قصتي كاملة على موقع عرب السويد، فيها الحكم والعبر والقصص الكثيرة التي تفيدك في حياتك وفي بداية حياتك في السويد، وتعلمك كثير من الدروس التي تختصر عليك الوقت والمال والجهد، وتعرفك على أهم المواقع العربية في السويد.